زيارة هي؟ لا بس بدي شوفك واطمن عليك واطمن على حكمية كمان. والله وفيك الخير يا أم سعد. تسلم يا حق، تسلم. لأنه في بتمك حكي أم سعد، احكي شوفي شوفي. ايه والله أنا جاية محضر خير، لأنه بعرفك ست محترمة وكبيرة وإلك وزنك بين نسوان الحارة. بس اوعك تقولي لي إنك جاية مشان هي اللي ما بتتسمى خيرية. ايه والله بصراحة جاية مشان خيرية، لأنه مو هاين علي تلتحش عند أهلها وصار لازم ترجع لجوزها وولادها. مو هي اللي عملت بإيدها مساعده؟ قولي لي مو هي اللي عملت بإيدها؟ شو كان صاير عليها؟ ما كانت قاعدة ومعززة ومكرمة ومستتة والكل بخدمتها؟ بس هي وأهلها مثل القطاط دائما بياكلوا وبينكروا. يا ست أم جبري، بشو غلطة خيرية؟ بشو أذنبت؟ بشو أذنبت؟ ولك كأنه مو أنت اللي ولدتيها، كأنه داية تانية. لك مو على إيدك جابت له بنت لابن مراد؟ لك ابني اللي ناطف قلبه على شقفة صبي. الله يرحم أبوه، بس هو اللي بلاني بهالبلوي. الله يسامحك، أنت إنسانة مؤمنة وبتعرفي إنه الخلفة بإيد رب العالمين، هو اللي بيوهب الصبي وهو اللي بيوهب البنت. يعني شو ذنب خيرية؟ الله كتب لها تحبال وتلد بنت. إيه في ناس مشتهية الضنا وبتشتهي شقفة البنت. هلا انت متعبتي لي حالك وجايه مشان تعملي لي هالموشع، ولك انا بفهم بالدين والاصول اكثر منك. ليكي هالمره اجيتي وحكيتي، بس مرتن تانية اذا بتجي وبتحكي بنفس السيره هالبيت الك وهبينيا، يعني بالعربي بكسر لك رجليكي. ايوه لهلح يا ام جبري، هالحكي الي؟ الك وليلي اكبر منك كمان، وبتروحي بتفهميها لهي يلي بعدك تتواسطي لها لترجع، انه هي كتير بعيدة عن اسنانها وعن اسنانك كمان انتي، انه ترجع خيرية لهذا البيت. ايه والله معهم حق لما قالوا لي انه قلبك قاسي وانك ظالمة. يو ايه شو عملت المخلوقة لك؟ حرام عليكي تبعديها عن جوزها وعن بناتها على ذنب هي ما عملته، حرام عليكي. ولك اكرم جلدك عن عظمك، قومي نلعب البيت ولي قومي. لا نهاية لطيفة على اسنانك يا عم جبري، شو حكينا؟ يحكيك الحكي ان شاء الله تبقي حكوى بجاه الحبيب محمد. هاي ما بفاتي لما تورجيني وشي انا العيني ببيتك. لا تروحي بقى من شو عملت معي؟ لا خلص بقى روحي من وشي. هذا مين بدك حاسبه؟ بس انا الحق علي ما بقدوس بيتك بالمرة. ولك دربي سد ما يرد الجمر فقر حالك داية انت. لك ثلاث ارباع النسوان يلي بيجوا اولادهم على ايديك بيجوا بنات لي على عيونك. خير مرت عمي، ليش طالع خليت على مساعده؟ عجبك؟ الخانم جاي تتوسط لخيرية خانم لترجعها للبيت. لك ما فشلت بستين عينا قمت قلعتها تروح فرم على هيك خبر، ما لقيت غير تتواسط لخيرية. عجبك؟ لك حكمي على الشغلة عجبك؟ بس شو مشان حملي مرت عمي؟ ولا يهمك دبرين، ولا يهمك، ألف داية بتخدمنا ولا يهمك. يلا أنا رايحة هلا معك. ياك يا رب. يا الله جاي جاي خير، اللهم اجعله خير. اهلين نشأت افندي، خير ان شاء الله. وينه ابنك شكري يا ابو عزام؟ وشو بدك منه؟ بدنا يا زيارة لعنا. زيارة؟ ايه. اهلين نشأت افندي، خير شو في؟ هنيك بتعرف شو في، خدوه. ايمي داك انا برو لحالي. ايما ايش حطوه بالعلاق؟ لاحق يا بي لاحق. شو كان بده رئيس الكركون من شكري؟ ما بعرف، هلا راعي الكركون بفهم بالشي. دخيلك يا ابو عزام، دخيلك شوف شكري شو بده منه. خلاص اطمني اطمني، هلا بروح. شوفي اجوا جماعة الكركون واخذوا اخوك شكري. شو هالحكي يا امو؟ لا حول ولا قوة الا بالله. لك بدي روح جيب شكري. شو هذا اخي؟ شو بدي اخليك؟ الله يخليك براحة. يا ربي شو هالمصاري عم تنزل علينا؟ تقول عينه صابتنا. السلام عليكم. هلا وعليكم السلام. السلام عليكم شكري. هلا حبيب هلا. لحمة شو مأنزعة؟ لسه ما فتت لعندها إلا قلعتني. قال شو؟ قال بيت أبو عزام بعتيني مشان أتواصل للبنات يروح يشوفوا أمهم. لا
انت حوبي. حوبي رسمي. انا ابن عمي. لك انت. ايه الله يسامحك. العمى بقلبك العمى، عمل لك حبيبتي اللي هي انا حوبي. خلاص. خلص حاضر. لكن بالاساس ما بدهم اياها، ولا بدهم اياك تروحي لعنده، فهمتي؟ لا ابن عمي، مو هيك قصده. لكن شو قصده؟ هذا يا سيدي قصده ما حدا يتدخل بالمشكله اللي صارت، لانه الله اعلم الله اعلم بدهم يطلقوها. لك مو هذا اللي رح يصير يا هبله، ليش ما عرفتي ليش قلعوها بليت ولادتها؟ وليش بقى ابن عمي؟ لانه اول ما تجوزها مرات بيك، بيت ابو جبري ما كان بدهم اياها، ولولا المرحوم ابو جبري ما كان معمي على قلبه، ما كانت تمت هالجوازه كلياتها. يوه، وبشو كان المرحوم معمي على قلبه؟ بعيلة ابو عزام، كانوا يدهلزوا له، وكانوا يبيضوا وش معه، ومن تحت لتحت كانوا نسينه مو نضاف معه. الله يسامحك ابن عمي، لا تحكي على العالم، بركي جماعة كانوا مناح. لك لو كانوا مناح معه، كانوا مناح مع الكل، بعدين لا بتدافي عنهم، احسن مالي خيك. خلص خلص طول بالك، روّق، شبك؟ طالع خلقك كثير اليوم. وبدك تروحي تستسمحي منهم، يلا. اي على عيني، امرك. لك يسلمني مقامك، شو بتعرفي مقامات الناس؟ احلى بندوراي بحياتي. ام جبري قلعتك من بيتها؟ ايه والله يا ام عزام، لو تشوفي شلون قبت بوشي، ايه تقولي قاتلت لها شيء قتيل مو هيك؟ طول عمرها مرت عمي ام جبري متجبره وشايفه حالها على العالم، فكره اذا الله طعمهم قرشين بيشوفوا حالهم على الخلق كله. الله لا يوفقك ولا يوجه لك الخير يا ام جبري. لك في وحده براسها عقل بتحب تخرب بيت ابنها؟ ليش انت مفكره ام جبري فيها عقل؟ الله وكيلك هالبنت الصغيره فيها عقل اكثر منها. اي والله يا ام سعد، وبنتي احلام عم بتزيد السالة عليها كثير، ولا عم تنام ولا عم تنامني بالليل. سميتوها احلام؟ اي معلوم لازم تتسمى لك، اصلا الولد بيجي واسمه معه. ما في حدا اجى مو مسمى غير سيدنا يحيى عليه السلام. عليه السلام. ومين اختار لها الاسم الحلو؟ مراد، كان كثير يحبوا لها الاسم. مراد؟ مراد الله يصلحه على اللي عمله باخواتك عزام وشكري. يلا خليني بالاول اكشف على احلام، بعدين بكشف على خيليه. هاتي فوزي. الله يسلم ايديك يا ام سعد، الله يسلمك. الله يسلمك، ولو هدول مثل بناتي. الله يخلي لك بناتي ويحمي لك ولادك. والله يا ام عزام الصغيره باينتها تعبانه، صدرها عم يخرخر. يو شو هالحكي ام سعد؟ طولي بالك طولي بالك خيليه، هي الظاهر قضت لها برد يوم اللي طلعنا من عند اللي ما بتتسمى ام جبري. طيب شو الحل، شو رح نعمل؟ حاوصف لها شوية أعشاب لازم تاخدهم، بس هذا ما بيمنع تورجوها لحكيم. ها حكيم؟ يعني بنت أختي خيرية بدها حكيم؟ ايه يا مطيعة، الحكيم دارس وبيعرف بهالشغلات أكتر مني، والبنت بدها دواء. ماشي، أنا بخلي عزام يروح على الحارة التانية يجيب الحكيم. طيب شو مشان خيرية؟ وخيرية شايفتها ما عم تهتم بحالها، لازمها راحة كتير ولازم تتغذى كمان. ليكي شلون وشها مصفر والنزيف لسه ما وقف، ما بيصير هيك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه والله الظروف اللي مرينا فيها بتهد جبال. طولي بالك يا أم عزام إلا ما تفرج. يلا الله يقدم اللي فيه الخير. آمين. أنا صار لازم أمشي. لا أيوه عادي مساعده. معلش، لأنه كمان عندي مشقة على بنت أم خاطر لأنه ولادتها قربت. الله يخلصها بالسلامة، يبعث لها الخلقة الثانية. آمين. يلا خاطركم. الله معي أم سعده. الله معك يا أم سعده. يا علي عليك يا أحلام، تقبريني إن شاء الله. معلش أحملها؟ أي تقبريني أكيد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الله يبعث لك يا فوزية واحدة مثله وأحلى منها. يا ريت يا مطيعة، يا ريت. الله كريم.